Lo İzniniz olursa benim size bir şey söylemem samahtu gerekiyor. Yani Yani herkese. Hayırdır Feyzullah? Bugün Karafa'da komutanıma kavuştuk. Yüzümüz gülüyor çok şükür. Ama benim yüzümüzü güldürecek bir haberim daha var komutan. Siz benim en yakınımsınız. Ben sizden saklayamam. Tutsu da çok kızacak ama olsun. Komutanım ben baba oluyorum. Vallahi mi? Lan geldi işte Mücahidefe geldi. Koçum benim be. Sen baba oluyorsun ha. Gel buraya gel. Sana gel lan buraya gel. Adam harbi harbi iyiydi ya. Lan sen çocuksun sen nasıl baba olacaksın? Komutanım. Kutlarım Feyzullah. Çok sağ olun komutan. Kardeşim benim. Abim. Hayırlı olsun kardeşim. Çok sağ ol. Hayırlı olsun kardeşim. Şükran olsun efendim. Hayırlı olsun. O zaman Dragan'ı yakalayarak bunu kutlayalım ha? Şahane olur komutanım. Aynen öyle değil mi İdo? Aynen öyle komutanım. خمسة كثير لدرجة بس أنت عملتي اختبار وطلعتي حامل إيه بس اختبار البيت مو دائما بيكون دقيق 100% لهيك ما في شيء مأكد لهلا إيه كلامك صح معك حق إيه ما رح تطلع نتيجة التحليل قال كثير من شوقة سيدة سوق التبار معك تفضلي لو سمحتي أهلا طلعت نتيجة تحليل الدم طلعت حامل ما هيك؟ للأسف ما في أي شيء بالتحليل بدل على أنك حامل بس يعني هي عملت تيست بالبيت وكانت النتيجة إيجابي هذا التيست مو دائماً بيعطي نتيجة صح أوقات كتير بيكون فيها خطأ بس هذا ما بيعني إنه ما عاد يصير عندك حمل وحضرتك ساتك صغيرة بالعمر وما عندك ولا مشكلة بتخليكي ما تحبلي إيه فهمت تفضلي انت منيحة؟ ايه منيحة منيحة كيف بدي خبره بهي الخبرية؟ من فرحته قال للكل انه هو رح يصير أب عن قريب كيف بدي خبره هلا اكيد رح يزعل اكثر مني يا ريت ما حكى قبل ما يطلع التحليل كثير طبيعي انه يتحمس الكل مفكرينه رح يصير اب بس سمعت الدكتور شو قال قال ما عندك ولا سبب يمنع الحمل لساتكم صغار سو لازم ما تفقدي الامل لازم تكوني قويه لتقدري تخبري فضل الله انا قلت له استنى خلينا نعمل تحليل الدم بعدين منخبر الكل أساساً نحن مو متأكدين من النتيجة بس ما سمعني كيف بدي خبره هلأ؟ رح يزعل كتير أكيد رح يزعل مرحبا خير شو في؟ ما في شي بس أنا ونازلة طلعنا تمشينا شوي برا وبعدين اجينا لهون نازلي كيفك؟ تمام وانت؟ ماشي حالي حبيبتي خير وشك مو طبيعي صاير معك شيء؟ إذا في شيء قولي لا يا روحي أنا منيحة منيحة كتير ايه منيح يلا عدو إجا وقت لورجيكي شو جايب شو جايب؟ حبيبتي
جبت شغلات كتير حلوة رح تعجبك أكيد. كنت عم شوف ميزانيتي وقلت إذا كانوا عاملين تخفيضات بشتري، وبالصدفة كانوا عاملين تخفيضات وجبت هدول معي. شوفي شوفي هدول ما أحلاهم. جبت له بوت كمان، شوفي شو حلو، شوفي شو صغير، رح أكله أكل بس يجي، رح أكله أكل. شوفي حبيبتي، شوفي ليكي حبيبتي، جبتن لونهم أحمر لأنه بيلبق للاثنين، للصبي والبنت، ما في مشكلة، ما في مشكلة. شوفي هدول شو حلوين حبيبتي. شوفي اشتريت هي مشان بس نحممه ونحطها بالبانيو. شو حبيتيها؟ كتير حلوين، عن جد كتير حلوين. ايه كتير حلوين. أخي فضل الله، كل شيء منيح مو؟ أتيش مثلاً هو منيح مو؟ أنا كتير قلقت عليه، أكيد عندك خبر عنه. إيه منيح منيح، كل شيء منيح مثل الحصان. إيه وإمتى بده يجي؟ أتيش يعني؟ يعني هلأ هو مكلف بمهمة، منشوف مو واضح. فهمت. شوفي هدول شو حلوين، معقول في تخفيضات بهالحجم؟ أنا بدي روح على الحمام. بس حبيبتي لسه ما فرجتك كل شيء. بسيطة منشوفها من البيت حبيبي، عنا وقت كتير، يلا ما بطول. حبيبتي ما رح طول. أنا غلطت بشي نازلي؟ لا لا لا، بس هي عاطفية تأثرت لما شافت هالغراض، على الأغلب بس كتير حلوين. آه هرمونات الحمل، تمام فهمت. شوفي شو جبت كمان للولد نازلي، حفوضات كله بالتنزيلات. رح شوف سو إذا منيحة. تمام. ليلي كيف بدي خبره؟ رح يزعل كتير. اسمعيني منيح، بعرف الوضع اللي انت فيه قديش صعب ومعقد، مانك مجبورة انك تخبريه هلأ، يعني كمان فضل الله مانو صغير ورح يتفهم يلي بدك تقليله اياه. وانتي ما سمعتي شو قال الدكتور؟ انتي بصحة منيحة ورح تحملي مع الأيام، ورح تجيبوا أولاد حلوين تلبسون هدول التياب الصغار. حاج تقهري حالك، خليكي قوية مثل ما بعرفي. معك حق، بس مو شايفة قديش متحمس للولد؟ رح ينصدم من هالخبرية. خلص حبيبتي اهدي شوي وفكري بالأيام اللي جاية، وهي فضل الله موجود جنبك، كل شي رح يكون حلو، لا تضايقي حالك أكتر، ما تحملي حالك ذنب. نعم داريا خانم. فضل الله شو أخبارك؟ منيح، وأنت كيفك؟ تمام. في شي صار عندي إلك خبر كتير حلو لازم إلك يا. خير إن شاء الله. إيلام وفتحي رح يتزوجوا. عن جد؟ ما عم صدق. سيدي رح يتزوج؟ بس ليش ما في عندي خبر؟ لأنه هلأ هن قرروا. يعني هذا خبر حلو بس ما كنا حاسين بشي. يعني فيك تقول صار كل شي فجأة. هلأ اجت على بالنا فكرة، رح نعمل احتفال صغير ببيتنا، وإذا بتجي انت وسو رح نكون مبسوطين. لكن أكيد منجي. تمام. كمان هون نزلي رح نجيبها معنا. تمام ممتاز، معناها ناطرينكم. تمام تمام، شكرا لك. شو هاد يا بنات؟ عندي إلكم خبر قنبلة. شو هو؟ إيلام وفتحي رح يتزوجوا. عن جد؟ عم تحكي جد؟ ايه عم بحكي عن جد. وأخيراً؟ يلا جهزوا حالكم رح نروح. لوين؟ معزومين على الحفلة ببيت داريا. بس مو لازم نمرق على البيت نجهز حالنا قبل ما نروح لعنده؟ تمام تمام مو مشكلة، يلا استعجلوا أنا رح ضب هدول. حبيبتي خير؟ شوفي أنت مزعوجة من شي؟ شو خطر لك؟ أنا منيحة. يعني ما بعرف، مبين عليك كأنك بدك تقولي شي بس ما عم تقدري، إلك كذا يوم على هالحالة. أنا
أنا زعلانة يا فضل الله، زعلانة عليك، وزعلانة على إيلام، وزعلانة على وفاة فتحي، وحاسة إنه هذا الوجع ما رح يهدى أبدا. مزبوط ما رح يهدى، بس رح يخلينا صامدين. طلعي، نحن انتقمنا لقائدنا بسبب هذا الوجع. هالوجع دائما رح يذكرنا كيف استشهد صياد بخدمة الوطن. ما رح ننسى وجعنا وقائدنا أبدا. مرعوبة إنه يصير لك شيء بيوم من الأيام وتروح. كيف بدي أعيش بلاك؟ حبيبتي، شو هالحكي؟ ما بيصير تحكي هذا الحكي. ما عم قول رح أقتل حالي، أكيد رح ضل قوية ورح حارب لآخر نفس، بس كيف رح عيش؟ كيف بدي أكبر بلاك؟ رح تعيش يا حبيبتي، أكيد رح تعيش إذا هيك كان القدر، لأنه صار في عندك سبب تاني لحتى تعيشي غيري. هون طلعي، هون تماما حبيبتي. أنا وأنتي صار عنا سبب تاني كرمال نعيش. أنتوا الاثنين أكتر شي بيهمني بهي الحياة، اثنيناتكم. أنتي اللي بتكوني سبب سعادتي. وطفلنا يلي رح ينور مستقبلنا. بالمناسبة أنا لازم أقول لك شي بخصوص هذا الموضوع. إيه قولي حبيبتي. شوفي شوفي شوفي، تعالي لهون تعالي، طلعي هيك. شو هالصورة نازلي؟ قديش بخاف على حبيبته؟ إيه شو هاللوحة هاي؟ والله اللي بيطلع فيهم بيطول عمره. يعني إيه، وبرأيي كمان تعلم أنت شوي، تعلم من فضل الله، تعلم منه، تعلم. أوه إجا وقت مزحك سئيل هلأ. لا يا روحي، أنا عم أقول صار الجو بارد، ضمني شوي. وإنتي يا نظلي خانم ما بتسامحي أبداً، بس تلاقي فرصة. يعني اللي قصدته أنا شي تاني، الرجال رح يصير أب لهالسبب هو خايف عليها. هو عم يعمل كل هاي الحركات لأنه رح يصير بابا، هذا هو كل الموضوع مو أكتر. بس يا أخي نازلي معها حق، يعني لو طلبت حبيبتي البابايا هلأ رح روح جيب لها بسرعة. شو بدك شو بدك تجيب؟ البابايا أخي البابايا، بروح على المكسيك بلاقي وبجيب السمرة مع الشجرة وبزرعها هون كمان. اسمعي على هالحكي، اسمعي شو بده، عم تكذب وبتكذب، كذب لك شي كذبة معقولة يا زلمة؟ لا بروح. حبيبي رجل خارق، بس ما بدي بابايا، ما في داعي تروح. ماشي يا روحي. يلا يلا رح نتأخر، خلينا نوصل البنات على البيت. يلا لسه عنا شغل، خلينا نكب هدول. كيفك يا روحي؟ أهلا وسهلا. أهلين فيكي يا عمري، وشك عابس، شوفي شو صاير. زعلتي على داريا؟ طبعا زعلت، في شي خبر عنا؟ في يا عمري في، الدكتور قال إنه العملية كانت منيحة، ما في مشكلة، إن شاء الله أنا قريب بتقوم بخير وسلامة. نشكر الله. أكيد أخي يفوز زعل كتير. تماما هيك، وأكتر ما بتتخيلي كمان. يلا فوت. بس يا عمري بدي أقول شي، ما بدي اياكي تزعلي على هيك شغلات لو سمحتي، تمام؟ عن اذنك. ايه بس دقيقه راجع. ترررررم. شو هاد؟ تخت بيبي يا عمري. ايه اشتريت تخت كرمال ابننا. حبيبتي ليش انا واقف هيك؟ خليني احطه جوا فورا.
فضل الله يا ربي دخيلك. وهلا زبط تمام. لا مو هيك. يا اخي شو هاد؟ ولد رح ينام بهالتخت كأنه نحن عم نخترع اختراع مركبة فضائية. يلا بقى. لك انت بتفق قنابل. انا امبارح فكيت لغم. اذا انت ما عملت مين بده يعملها؟ ايه بس شو هاد؟ هاي لوين؟ يا الله دخيلك. ليك يا حبيبتي شوفي، تعي شوفي هاي هاي. حبيبتي حبيبتي شو صار كمان؟ انت تأثرتي ما هيك؟ حبيبتي شوفي انا قريت انه الحامل بتبكي كتير، يعني عادي بتصير مع كل الامهات ما؟ فضل الله ثانية واحدة. انا صار لازم اقول لك شيء ما عاد فيني خبيه. بس ما بعرف كيف بدي اقول لك. ما بدي اياك تعصب او تزعل. يا اما عيون حلوين، انا ايمتى عصبت عليكي؟ ها؟ انا ايمتى رفعت صوتي عليكي حتى؟ بعرف بعرف. بعدين انا زوجك، اذا ما خبرتيني مين بدك تخبري؟ يلا يا روحي يلا قولي شو صار. يلا حبيبتي قولي. نحن ما رح يصير عنا ولد. كيف؟ كنت بدي اقول لك، كنت بدي اقول من البدايه، بس انت كنت كثير مبسوط بالخبريه لهيك تلبكت وما عرفت شو بدي خبرك وقتها. وبعدين صارت خطبه اخي فتحي وايلام وكلياتنا كنا مبسوطين، بعدين خسرنا اخي فتحي وما قدرت احكي لك. يعني ما قدرت احكي، ما قدرت احكي فضل الله، ما قدرت احكي بنوم. الدكتور هيك قال؟ رحت على المستشفى وعملت تحليل دم. الدكتور قال إنه الاختبارات اللي بتصير بالبيت ممكن تكون غلط. الحق علي أنا، ما كان لازم اجي وخبرك قبل ما اعمل التحليل بالمستشفى واتاكد اني حامل عن جد. وفوق انتك اليوم عم تجي ومعك تياب وجرابات واغراض للبيبي وتخت هلا. سامحني ما قدرت احكي لك شيء، ما قدرت احكي لك لاني خايفه كثير على مشاعرك. بترجاك سامحني، بترجاك حبيبي. فضل الله فضل الله لا تزعل مني. بعرف انك ما رح تسامحني هلا، بس ما طلع بايدي شيء. يا عمري ليش لحتى اعصب عليك؟ ايه مزبوط انا زعلت، بس ليش بدي اعصب عليك باي حق؟ نحن خبرنا الكل.
حبيبتي انت ما تاكلي هم ولا تفكري بحدا ابدا. انت منيحه؟ ها؟ شوفي انا ما في عندي شيء اهم منك بالدنيا. انت اغلى شيء عندي بالدنيا كلها. ليلي انت منيحه. بعرف اني جرحتك لما خبيت عليك. انت كنتي ما عم تقدري تخبريني هذا الشيء يا روحي. لك انت كل شيء بالنسبه لي. هلا ما صار بس اكيد رح يصير، ما هيك؟ الله رح يعطينا الصحه وبيطعمنا ولد ان شاء الله، ما هيك حياتي؟ انا بحبك كثير، بحبك كثير. انا بحبك لسه اكثر يا روحي. ما عندي شيء اغلى منك بالدنيا كلها. حبيبتي بدي اسالك سؤال. يعني انا هلا فيني احطك بحضني وارفعك؟ ما شو عم تعمل؟ اوبا عن جد هلا؟ ليك يا حبيبتي شوفي، ما عاد في داعي تزعلي ابدا، تمام؟ المهم تكون صحتنا منيحه، اكيد نحن رح يصير في عنا ولد. بس هلا انا بدي اطلب منك شغله، بدي اياك تكوني الصانع تبعي. ما فهمت عليك. اصلا نحن لازم نعمل هذا التخت بالاجباري، ماشي؟ لهيك انت بدك تساعديني، تمام؟ ايه يلا لشوف، تعالي ساعديني. اوبا هلا انا ما فهمت شو هي القطعه اللي هون. ليك اخي شوف، انت ما تنزعج لانه امي كانت نفس الشيء، بعدين بتتعود مع الوقت وبيمشي الحال خلص. ليك بقى يا ابني ليش نفس الشيء؟ ها؟ انت زلمه متزوج رح يصير عندك اولاد، ليش سهله تقول انفصل للزلمه المتزوج؟ لا طبعا. مزبوط انا متزوج، بس شغله الولد تاجلت شوي. شو صار يا ابني؟ صار شيء لسو؟ شو عملت للبنت؟ شوف بضربك اذا بتكون مزعلها. شو انا مجنون لحتى زعلها؟ ليش انا بسخة فيها؟ ايه شو صار لكان؟ نتيجة تقرير المشفى بيّن انه الاختبار كان خاطئ. ما تقولها. على كل حال شايلك، الله يعطيكم الصحة يا ابني، لساتكم شباب بتصير. مزبوط، الله بيطعمكم، بيصير. ايه يعني الدكتور، قصدي الدكتور قال انه ما في شيء فيكم، ما في مشكلة، ما هيك؟ لا يا اخي بنشكر الله، نحن الاثنين بخير، ما في مشكلة. لك ايه تمام ابني، كيشان اللي عم يحكي صح، انتو شباب بيصير عندكم اولاد لسه. تفرج علي، تفرج شعرات صدري شابه ولا هلا. لا تجوز ولا صار عندي اولاد. بس يا معلم هاي الكلمه ما لها هيك، المهم يلا بلغ الأظة، ما ترتخوا هيك، يلا